أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي إن العراق بحاجة إلى نحو 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية. وأضاف النائب المسعودي أن انعدام الاستراتيجية الواضحة جعلت البلاد تعتمد على النفط في تمويل الموازنة العامة، ما حفز الحكومة على التوجه نحو المشاريع غير الإنتاجية وتغليب الفساد. وأوضح المسعودي أن إهمال المشاريع الاستثمارية وانخفاض أسعار النفط أدخل العراق في نفق مظلم وجعله يقترض مبالغ طائلة من الداخل والخارج. قال الملحق التجاري الإيراني في بغداد ناصر بهزاد إن الصادرات الإيرانية إلى العراق ارتفعت في الفترة الأخيرة. وأضاف بهزاد أن أكثر من 650 سلعة جديدة من إيران دخلت السوق العراقية العام الماضي إضافة إلى السلع الأخرى، لافتا إلى ضرورة تعيين وكيلا رسميا للترويج للسلع والمنتجات الإيرانية في العراق. هذا وكانت تقارير أمريكية ودولية قد أكدت تحول العراق إلى سوق لتصريف البضائع الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية والاستفادة بالعملة الأجنبية الدولار. أكدت هيئة الجمارك أنها ضبطت أدوية بشرية مهربة عبر مطار بغداد الدولي. وقالت الهيئة أن السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي ضبطت كمية من الأدوية كان يروم أحد المسافرين إدخالها عبر المطار دون استحصال موافقات استيراد لها. كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات ضد المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب على خلفية اتهامه بقضايا فساد تصل إلى مليون دولار أمريكي. وقالت الهيئة أن المدانة وافق على استخدام سيارات الشركة العامة لتجارة الحبوب لنقل مادة الحنطة لمصلحة إحدى الشركات الأهلية دون وجود عقد مسبق أو ضمانات ألحقت ضرراً بالمال العام وصل إلى 857,000 دولار. ضبطت السلطات الجمركية في منفذ الشلامجة على الحدود العراقية الإيرانية براداً محملاً بلحوم صدر الدجاج الممنوع استيرادها. وقالت هيئة الجمارك إن عناصرها ضبطوا الشحنة مخبأة خلف أكياس للبصل في محاولة للتمويه عنها بغية تهريبها وإدخالها للبلاد عبر قرارات منعها بالأحرى. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.